السلام عليكم شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومن ربنا قريبين. صلوا على الحبيب قلبك يطيب، اللهم عليه الصلاه والسلام. ارجعتكم فيديو جديد يا اصدقائي. يعني لسه حاليا نزل شارلوت اوفن، يعني هي صلاه الفجر بعد 40 دقيقه، يعني كان اذان الفجر. المهم يا اصدقائي، كما تشوفوا نزل المدافع اوفن، شارلوت اوفن. نحاول ان شاء الله نشوفه نجيبه، ان شاء الله يصير يطلع لنا 3 مرات او كذا. نشوفوا الباكج يعني شكون فيه، شارلوت اوفن، فرانشوسكي، سواشي، فيستا، يعني فيه شخصيات لا بأس بها. يعني البيك اب في اوروبي بينك جي بي بي 5 سنيك بينك، يعني لما يطلع لك سنيك مان يعرف راح يطلع لك 6 من دول. المهم يا اصدقائي لا اطول عليكم ونبدأ ان شاء الله على اول سحبة على بركة الله، ونشوف الحظ كيف راح يكون في هذا الوقت. يمشي معقول يطلع لنا مؤتكسان السحبة الذهبية. شكله هو يا اصدقائي، هو يلا شارلوت اوفن متعدى بها. أول مدافع يا سلام حصلنا، يلا نكمل. يمشي لما يطلع لي في الكلام كل نشوف الحظ. 14 فيش، يلا على تاني سحب، تالت سحبة، 50 جوهر. جنبي سانجي، صناديق ذهبية، علم ذهبي. صح هيكا، هو طبيعي. يلا انقلع بور، يلا 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 صير 70. يلا اذا صار 70 ما اعرف شو راح يصير. جميل 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 جدا. يلا على رابع سحبة، السحبة الرابعة، يلا يصير 80. ما اذا صار 80 ما راح يصير. 32 رقم باش على دابي. يلا يلا يطلع، يلا ما بديش تكسر الجواهر كثير، بس يلا صير 80 وخلص نوقف. اوريس يلا على حد المتابعين اللي يشوف الفيديو يحط لايك. ديمو اشيمو داسيني زو خرب اوري تاتشي نو شيكارا او ميسيتي ياري. ثاني سحبة، آخر سحبة يا أصدقاء، آخر سحبة طلع لنا جميل. يصير يمشي إذا ما طلع ما أعرفش بس شكله هو هو واضح راح يكون. يلا أعطونا مع شخصية، يلا 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 يا شباب. جميل 80. حصلنا، ويلا أصدقاء نجربوا هنا في الصالون، شو رأيكم؟ يلا نجربوا مع بعض أصدقاء هنا في الصالون. شو شكله طويل. ونشوفوا حركة النورمال، ضرب النورمال. وقوي أصدقاء قوي، خليه يندمج يدمج نشوفه كيف يفعل. شوفوا سكيل 1 سكيل 2 انا فكرت ان تشحن نسيت. لازم شوفوا سكيل 2 تطور ليفل 80
شوفوا سكيلتون. انكريز دامج كوروسكي كايو يعني ريكوفري اش بي كثير يعني مثل الحاجز يعني ما يدمج يرجع اش بي الاخير يعطي دقة. جميل 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 لا والله قوي هالذكاء والله يستاهل. فيديو جاي ان شاء الله راح اعمله في يعني جيم بلاي في ذا انا نجرب مرة اخيرة وانهي الفيديو. شوف شوف كوفي الضربة الأخيرة جامدة جامدة يا أصدقاء. هنا نوصل يا أصدقاء لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، إن شاء الله تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك واشتراك ودعمونا يا أصدقاء. أشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. تلاو.